شيء أكيد أن جبهة المستقبل بعقدها المؤتمر الوطني الثالث الذي كان بتاريخ 11-12 جونفي 2024 والذي كان تحت شعار نلتزم من نستطيع. من أهم مخرجات هذا المؤتمر وهو تكريس قناعة وطنية وقناعة حزبية وهو تكريس مبدأ التداول على رئاسة الحزب. ودون شك هذا المبدأ التداول يدخل في الإصلاحات السياسية التي نطمح إليها جميعا كسياسيين من خلال كذلك ضخ دماء جديدة وإعطاء فرصة للإطارات وللشباب من أجل كذلك صنع رأي سياسي وقيادة سياسية تكون في مستوى تطلعات وتعطي حركية جديدة. شيء الأكيد هذا المؤتمر كان له مخرجات وعلى رأسها الالتزام بإنشاء أكاديمية مستقبل لصناعة السياسات العمومية وتطوير المهارات. هذه الأكاديمية تدخل فيما يسمى بالإبداع السياسي. نحن حقيقة مرينا خلال عهدتين من التأسيس إلى المرحلة الثالثة وهو الإبداع من خلال كذلك سن آليات جديدة التي تعطي للنضال السياسي حيوية وكذلك تترك المناضل والإطار يتوجه نحو الهدف وهو إحداث التغيير. والأكيد كذلك أن الحزب يمر بمحطات أساسية وهي الانتخابات، وبالتالي الحزب هو مدرسة سياسية يستطيع أن يؤطر ويكون الإطارات، ومن جهة أخرى كذلك يجب كذلك الحزب أن يستفيد من الأفكار اللي في الحقيقة تبني البرنامج واللي كذلك تضع الآليات تاع النضال. فنحن بعد هذا المؤتمر والذي كذلك أفرز قيادة جديدة وأفرز كذلك برنامج جديد وأفرز قوانين للحزب، فأهم نقاط الموجودة وهو إصلاح المؤسسة الحزبية من خلال وضع أدوات تنظيمية جديدة تعتني أولا بأخلاقة الحياة النضالية داخل الحزب وتعطي صورة للانضباط، وخاصة اليوم الحزب يتبوأ مكانة متقدمة تبقى لآخر انتخابات، والانتخابات المحلية اليوم رانا في المرتبة الثالثة بحاضنة شعبية قوية وكذلك بعدد معتبر من المنتخبين 3200 منتخب، 200 رئيس بلدية، 48 عضو بمجلس شعبي وطني، 6 أعضاء بمجلس الأمة و6 رؤساء مجالس شعبية ولائية. فهذه الثمار هي نتاج جهد تاع الإطارات والمناضلين في خوضهم الانتخابات وخاصة في جمع التوقيعات ثم التوجه إلى الشعب، وهي مناسبة كذلك نوجه تحية احترام وتقدير للشعب الجزائري الذي أعطى ثقته لجبهة المستقبل. الأكيد مهما تكون هذه النتائج إيجابية هناك عبء آخر وهو تحمل المسؤولية، وهو كيف أننا نكون في مستوى هذه المسؤولية التي حملناها الشعب، وكيف كذلك أن جبهة المستقبل تستطيع أن تصنع الفرق مع باقي الأحزاب السياسية. الأكيد نحن كذلك اليوم لدينا خطاب جديد ومتعلق بكيف نمشي إلى بناء دولة وطنية معاصرة بناء على قيم نوفمبر، بناء على قيم الماضي التي ضحى من أجلها الشهداء، ولكن بأدوات معاصرة التي يمكن من خلالها مخاطبة العقول ومخاطبة الشباب، وخاصة نحن الآن في عصر العولمة وفي عصر التكنولوجيا. وبالتالي اليوم الحزب منفتح على أدوات حديثة في النضال من خلال أولا التنشئة السياسية السالمة، من خلال بناء خطاب سياسي يكون هادف مستقطب وخطاب كذلك فاعل. كذلك المحددات اللي موجودة في جبهة المستقبل وهو محاربة الجهل، محاربة التخلف، ومحاربة التعصب. إذا كان استطعنا أن نتغلب على هذه الثلاث نقاط يمكن كذلك أننا نمضي إلى بناء طبقة سياسية وبيئة سياسية تكون جاذبة. الشيء الأكيد أن جبهة المستقبل ماضية إلى خلق يعني حيوية في العمل السياسي، وهذا من خلال الابتعاد على تراكمات الماضي، وبالتالي اليوم محتاجين إلى بيئة سياسية قوية من خلال كذلك العمل على مبدأ العمل السياسي المشترك مع باقي الأحزاب السياسية. وكذلك نحن في الساحة الوطنية نفتح أيدينا للجميع من خلال الحوار والنقاش وهو أساس وهو رمز حزبنا، وبالتالي جبهة المستقبل اليوم اخطأت خطوات أخرى من خلال عقد هذا المؤتمر وكذلك الحفاظ على الانسجام الحزبي والاستقرار الحزبي، ونحرص دائما على الإطارات والمناضلين يكونوا في مستوى ثقة المناضلين الذين زكوهم، وخاصة بالنسبة للقيادات الوطنية والقيادات المحلية. فما ينتظرنا من مسؤوليات حزبية، ما ينتظرنا من عمل سياسي من خلال التعبئة الوطنية، وخاصة الجزائر اليوم تمر بظروف داخلية وخارجية تحتاج إلى جهود سياسية صادقة، تحتاج إلى رص الصفوف من خلال التوجه للمواطن وزرع حلقات جديدة من الثقة التي اهتزت بناء على ممارسات سلبية في الماضي.